السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يا جماعة بنشوف مع بعض الفراخ بتاعتنا بعد ما وصل عمرها النهاردة 11 يوم بالظبط. هي يا جماعة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بالحجم اللي انتم شايفينه دوت. هي بتيجي عند الحجم ده يا جماعة بقى بسم الله ما شاء الله يعني اليوم بقى بيفرق معاها بعد كده، يعني خلاص بتبتدي بقى ايه ان هي تظهر بقى عليها، يعني ايه اليوم بيفرق معاها. النهارده باذن الله يا جماعه انا ما حطتش اي حاجه خالص على العلف ولا على الاكل، كل حاجه طبيعيه. العلف زي ما هو هوت، الميه برده ما حطتش اي حاجه على اساس ان احنا بنريح كده يوم او يومين في وسط الاسبوع كده ولا حاجه. خلاص كده يا جماعه. طبعا كان الجو امبارح طبعا بالليل كان هوا جدا يا جماعه، خدوا بالكم من النقطه زي ديت على اساس اللي مش مقفله كويس على الفراخ بتاعتها تاخد بالها، لان خلاص احنا بنقول خلاص الجو حرر ومش عارف ايه، بس برده لسه فيه تغيرات في الجو، يعني ما نطمنش قوي ونقول خلاص بقى نسيب الفراخ بتاعتنا بقى، يعني نخفف ليها الفرشه بتاعتها او بلاش نتقلها ولا الكلام ده كله. لا خدوا بالكم برده، انتوا يمكن يعني لو تلاحظوا في قلب الكاميرا يا جماعه انا حاطه لندتين، لنده كبيره اللي هي 100 وحاطه برده نواسه اللي هي 40 واط. انا عندما بلاقي الجو كده برد شويه عليهم بايد الكبيره ديت، يعني انت لازم تكوني حاسه بالجو اللي الفراخ فيه، يعني مش خلاص كده نسيب كل حاجه كده، لا انت بتبقي يعني ايه وانت عند الطيور بتاعتك بتبقى حاسه بالجو اذا كان دافي او بارد عليهم. لو كان الجو برد شويه ولا حاجه انا بايد النواسه اللنده الكبيره دي يا جماعه اللي هي 100 دي، اما بحس ان الجو حر شويه كده ولا حاجه بايد النواسه اللي هي 40 واط دي. يمكن انتوا شايفينه ملاحظين اهوت طافيه النواسه النهارده على اساس يعني فيه يعني برد شويه بالليل، وايدلهم الكبير على اساس ان هي تدفي المكان بتاعهم، لان اهم حاجه في المرحله دي يا جماعه احنا ندفي الفرخ معانا عشان ما يبردش. والفرشه طبعا زي ما انتم شايفين بتكون ناشفه قدامكم اهيت، مش طريه ولا مبلوله على اساس كده يا جماعه. بتبص تلاقي الفرخ بسم الله ما شاء الله بيجي معاك بسرعه، بتبقى صحته حلوه. احنا عندنا الفراخ بتاعتنا الاحجام بسم الله ما شاء الله يمكن كلاتها مساويه بعضها اهيت، ما فيش الا الفرخ الصغير ده يا جماعه اللي كان عندي المؤخره بتاعته كده كانت ملتهبه، وانا ده انتهاله هوريلكم اهو، تمسكوا هوريلكم اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين الفرخ دوت اهو. دي يمكن تحس ان هو بس ايه قليل عن انهم هزه كده، لان الفرخ ده كان هيموت زي ما انا وريته لكم كده. كان عند المخرج ده كده يا جماعه، كنت بص لقاها خارجه خالص كده، كانت لقيتها خارجه كده، عشان في ناس في التعليقات قالت لا ده سره ومش سره. السره يا جماعه بتبقى يعني ايه ما بتبقاش عند المخرج كده، لا السره بتبقى ايه في بطنه هنا كده. دي ما كانتش السره، دي كان عند المخرج كده يا جماعه كانت خارجه كلها كده وكانت ملتهبه. يعني زي ما وريت لكم المرهم اللي دهنت به بسم الله ما شاء الله مسافه ما دهنت بس المنطقه دي كده بالمرهم ما فيش ساعه. انا كنت عايزه اوري لكم المنظر يعني، بس على ما جيت اصوره لكم كده لقيته بسم الله ما شاء الله اللي هي الحته اللي كانت خارجه دخلت تاني ورقت، وبسم الله ما شاء الله ما فيش اي حاجه، والفرخ حلو زي الفل واكل اهوت. يعني ده يعتبر كان هيموت يا جماعه، بس يعني لما انا برضو يعني اعتنيت به وكده رقوا بقى كويس بسم الله ما شاء الله حلو معانا اهوت، وبياكل وحلو وعاشه زي الفل. في برضو ناس كانت قالت اللي على النشا يا جماعه الاسهال ما بيروحش بالنشا. احنا طبعا ما حددناش نوع الاسهال اللي عندنا، احنا بنقول لو البراز بتاع الفرخ يعني ايه سايب شويه بيبقى نازل عامل زي الميه كده، لو هو سايب شويه ولا حاجه النشا دي بتربطه، انما مش اي اسهال احنا بنحط له نشا. في الاسهال البني دوت اللي هو بيبقى داخل على دور كوكسيديا دوت، طبعا بنجيب له جرعه كوكسيديا. في الاسهال الاصفر ده يا جماعه ما ينفعش يتعالج بالنشا، احنا برضو بنجيب له دواء اسهال بشري يا جماعه اللي هو بيبقى يعني اللي هو بتاع الاطفال دوت زي الكابكت. ممكن نجيب اللي هو الفلاجيل الامرزول، الحاجات دي كلها لو ما جابتش نتيجه معانا احنا في الحاله ديت بنلجأ للبيطري على اساس ان الفرخ ما يتعبش معانا ويتاخر معانا. لان ممكن لو انت نسيت عن الفرخ بتاعك وهو مثلا عنده اسهال عنده الكوكسيدي الحاجات دي كلها، وعلى ما نبقى نجرب بقى حاجات اللي هي احنا مش ضامنينها. الحاجات التانيه بنقول ان تنفع مع الطرق الطبيعيه، انما في انواع اسهال تانيه ما بينفعش يا جماعه معاها الطرق الطبيعيه. ممكن نجيب بقى ايه
في الوقت ده نجيب مضاد سموم، نجيب الحاجات دي كلها. انما لو في اي اسهال عادي عند الفخ بنجرب اللي هي بنجيب الابرازول، الكابكت، الفلاجيل، الحاجات دي كلها بتبقى كويسة، بتجيب نتيجة كويسة جدا معانا. خلاص كده، علشان في ناس بتدخل بتقول لا دوت مش ده التهاب سرة، ماليش دعوة بالمرهم ولا معرفش، كنت سمعت تعليق كده يعني. بس انا بقول لكم يا جماعه ده ما كانش التهاب سره، ده كان عند المخرج بتاع الفرخ، كانت زي ما تكون حته زي المصران كده كان خارج بره. يمكن في ناس برضو في التعليقات قالت اي انا حصل عندي الموضوع ده وكده يعني. خلاص كده، فاحنا بنحط كل الحاجات دي قدامكم يا جماعه على اساس ان انتوا يبقى عندكم علم ودرايه بها، بس مش اكتر يعني. انا صورت لكم يا جماعه اول اسبوع، صورتهم يوم بيوم ووريتكم الفرق، الفرخ يعني بيعوز ايه وبيحتاج ايه، لان اول اسبوع دوت بيبقى يعني اول مرحله مهمه في عمر الفرخ. فانا على اساس كده بقيت اصور لكم كل يوم، انما بعد كده بقى تاني اسبوع يا جماعه بيبقى عادي بقى خلاص. احنا بنحط بقى طبعا الخميره زي ما انا قلت لكم، بنحط يومين ثلاثه في الاسبوع خميره، برضو بنريح يوم او يومين او الكلام ده كله من الخميره ومن الميه برضو. فبالمناسبة برضو يا جماعة، الناس اللي هي بتسأل على الخميرة يعني احط مقدار قد ايه خميرة على العلف، انا قلت لكم قبل كده يا جماعة ان انا بحط 5 جرام على كيلو علف. اللي مش عارف ال5 جرام يا جماعة ممكن تجيبي اللي هو الكيس، كيس الخميرة الفورية، اعمليه على كيلو ونص علف يدوبك كده يبقى حلو اوي، اللي هو كيس ابو جنيه ده ممكن تحطيه، تجيبي كيلو ونص علف او مقدار كيلو ونص علف لو انت جايبه شكاره ولا حاجه، هتقلبي عليه الكيس العلف وتعمليه. احنا انا ماشيه على النظام ده كده يا جماعه على طول، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفراخ معايا بتبقى يعني جايبه نتيجه كويسه جدا. كل دي تجارب انا عاملاها ومرت بالحاجات دي كلها، فعلى اساس الكلام ده كلته انا بقول لكم يا جماعه يعني اعملوا الكلام ده مش اكتر ولا حاجه. خلاص احنا الفراخ بتاعتنا هي بقت عندها 11 يوم دلوقتي، زي ما قلت لكم بقى ان شاء الله هنعمل خلطه الزبادي لانها يا جماعه بتجيب نتيجه كويسه جدا، انا جربتها قدامكم وبسم الله ما شاء الله يعني هي بتجيب نتيجه. انا عاملاها في الفراخ التانية اللي هي الدفعه التانية الكبيره اللي انا بصورها لكم، ماشيه على الكلام ده برده على طول معاه، وان شاء الله هصورها لكم وهوزنها معاكم وهنشوف في العمر ده قد ايه، الاحجام وصلت معانا لقد ايه باذن الله يا جماعه ان شاء الله. فاحنا النهارده بس يعني عشان ما اطولش عليكم فبقول لكم في السن بتاع الفراخ دوت، انتوا طبعا كلكم رابين معايا وفي ناس كتير بعد ايه انا جايبه معاكي يوم بيوم، فانا بوريكم الفراخ بتاعتي على اساس برضو كل واحده تشوف الفراخ بتاعها وصلت لفين، وانا يعني يمكن شرح لكم شرح كامل اللي انا بعمله للفراخ بتاعتي هي باذن الله اللي احنا كلتنا هنمشي عليه. زي ما قلت لكم انا طبعا رايحاهم النهارده، لا في خميره ولا في اي حاجه، ميه بيضه ما فيش فيها اي حاجه، بس بعد كده باذن الله بقى هنحط طبعا الريتل الميه، هنحط على نص ليمونه معلقتين عسل ايده يوم، هنجيب هنفرم يوم في الاسبوع برده او يومين زي ما انت حابه، توم وبصل وليمون، لان طبعا زي ما قلت لكم في تغيرات في الجو يا جماعه، يوم هوا يوم حر الكلام ده كلته، دي يعتبر مضاد حيوي لهم يبقى كويس يعني ايه زي مناعه لهم كده، يعني زي مناعه للفرخ كده. خلاص كده هنيجي برضو في يوم هنعمل الخلطه بتاعه الزبادي برضو، ديت حلوه جدا بالذات في الحر يا جماعه، الخلطه دي جميله جدا بالذات في الحر للفرخ بتاعنا. كويس كده، هنيجي بعد يوم برضو انا بقول لكم كل المعلومات يا جماعه لاساس انتوا تعملوها الفراخ بتاعكم. هنجيب العلف بتاعنا هنقلب عليه شويه عسل برضو للفراخ، انتوا براحتك حابه تقلبي عليه معلقتين طحينه على معلقه كركم زي ما انا كنت عاملكم قبل كده، وتمسكي العلف تفركيه خالص على اساس ان مفيش حاجه الا العسل بيبقى باين ولا الطحينه بتبقى باينه، يبقى مفرول معاك كده، وهتحطي لي الفرخ دي برده حلوه يا جماعه جدا في مرحله التسمين للفرخ، بتجيب نتيجه كويسه جدا في مرحله التسمين. اول حاجه بتفتح شهيه الفرخ على الاكل وبتجيب معاك اوزان حلوه، يعني يعتبر فيها فوائد جميله جدا. الخميره برضو يا جماعه، الخميره الناس اللي بتشتكي من قله الوزن الفراخ عندي، انا بقول لكم حط خميره على العلف، خميره على العلف دي يا جماعه بتجيب اوزان كويسه جدا، اسالوني انا عن تجربه. خلاص كده، فاحنا يا جماعه باذن الله الايام الجايه ان شاء الله هحاول باذن الله اعمل قدامكم كل اللي انا بعمله يعني قدامكم ان شاء الله كده عملي، على اساس برضو ايه اللي هي بتربي جديد او ملهاش يعني درايه او بالتربيه هتشوفنا برضو واحنا بنعمل
كل الخلطات دي يا جماعة انا ان شاء الله هحاول اعملها لكم عملي كده قدامكم، يعني واحاول اصور لكم برضو مرتين في الاسبوع كده ولا حاجة يعني باذن الله، على اساس ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات، فمعلش اعذروني لو كنت اتاخرت عليكم شوية، فانا ما حبيتش يعني اصور كل يوم كل يوم على اساس يعني ايه اللي احنا بنقوله النهارده بنقوله بكره، فان شاء الله النهارده يا جماعه انا قلت ما اصورهم لكم، وباذن الله يا جماعه ان شاء الله برضه هنقدم لكم حاجات جديده، يعني حاجات اول مره برضه ان شاء الله هتسمعوها، بس باذن الله يعني في الايام الجايه ان شاء الله من غير مقاطعه، فانا بس حبيت يعني اقول لكم على شويه المعلومات دي يا جماعه، بس احنا ان شاء الله قبل اهم حاجه اللي مش عايزه الفراخ تتعب معايا يا جماعه، فبقولها في كل فيديوهاتي مره واثنين وثلاثه، اهم حاجه النظافه والفرشه تكون ناشفه تحت الفرخ بتاعك. خلاص ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.